تطوير مشاريع إنمائية تلبي حاجات الشعوب لوقف انجذابهم نحو الإرهاب، هذا ما تبحثه 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وثماني دول في حوض البحر المتوسط في برشلونة. اجتماع غير رسمي ليوم واحد تغيب عنه سوريا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على نظامها، وأيضا ليبيا التي ترزح تحت وطأة الفوضى. لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في التطرف والإرهاب وأمن الطاقة والهجرة غير الشرعية، وفي خلفيته مخاوف البلدان المتوسطية من تمدد الخطر الإرهابي. الاتحاد الأوروبي يتبنى ما يسمى سياسة الجوار الأوروبية، وهي تشمل 16 مليار يورو بين عامي 2014 و2020، يكرس ثلثاها لبلدان الجنوب، ويسعى إلى إنفاق هذه المبالغ في مشاريع واضحة. فالمغرب على سبيل المثال سيتم فيه إنشاء محطات طاقة هوائية، أما تونس ستركز المشاريع فيها على تدريب موظفين في قطاع الأمن، بالإضافة إلى مشاريع أخرى زراعية أو لتحلية المياه وسط البلاد بسبب تواجد بؤر ذات ميل متطرف، علاوة على محاربة واحتواء المجموعات المتطرفة التي تتمول من تهريب البشر عبر البحر المتوسط في تونس ومصر. اللقاء هذا هو الأول منذ إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008 الذي يضم 43 بلدا، وسيتبعه اجتماع على مستوى إقليمي في لبنان في يونيو المقبل. بشاير المطيري، العربية.